صلاة أقسم بالله العظيم أنها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. الصلاة يا أحبتي هذه الخمس الصلوات أنا بعطيك معلومة احفظها وسجلها وخليها ترسخ في عقلك وفي قلبك. أقسم بالله الموت راح يجيك بعد صلاة، ما راح يجيك قبل صلاة. إن جاك 11 الصباح فأنت مت بعد صلاة إيش؟ وإن جاك الساعة 3 الظهر مت بعد صلاة الظهر، وإن جاك الساعة 3 في الليل فأنت مت بعد صلاة العشاء. الموت يأتي بعد صلاة، فحافظ على هذه الصلاة من أجل أن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إحبابي في الله أقسم بالله من حافظ على الصلاة بخشوعها وبأركانها وبواجباتها وبسننها، والله يا أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه بالجنة كما ذكرنا الآيات. أحبتي في الله آيات كريمة، آيات تتلى أحبتي في الله في كتاب الله عز وجل، يبشر الذي صلى بين يديه سبحانه وتعالى بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا من حافظت على الصلاة الله سبحانه وتعالى قد يثني عليك في سورة المعارج. والذين هم على صلاتهم دائمون. صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد، صلاة المغرب في المسجد، صلاة العشاء في المسجد، فأنت دائما أحبتي في الله في صلاة. زي ما ذكر أخوي نايف والله يا أخواني سوف يأتينا الموت. الله جل وعلا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير. كيف أنت نعرف أنك أنت من أهل الجنة؟ كيف؟ بالشعارات، بالأقوال التي تقولها، بالأعمال التي تفعلها يا غالي. نشهد لك بخير، نشهد لك بأنك من أهل الجنة.